معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. كابتن مرجان اهلا بيك. الله يخليك كابتن عادل. ازي حضرتك يا كابتن؟ ده ابراهيم المنسي اللي بيرحب بيك. انا لسه انا هرحب بيك لسه ترحيب تاني خالص. حلوه الترقيصه دي مش كده؟ ازاي ما انت خلي بالك ان ابراهيم هو الكابتن. لا 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 ازاي بقى وده الكوتش. ربنا يديكوا الصحه ويخليكم لينا وللاهلي ودايما بنتعلم منكم والله. ربنا دايما موفق. كابتن محمد قول لي يعني ملامح الخطه الانشائيه اللي تم منها دلوقتي وايه اللي جاي في المرحله اللي جايه مبدئيا. هو احنا الفترة اللي فاتت طبعا يعني الست شهور اللي فاتت كنا بنرتب البيت من الداخل، وطبعا انتم متابعينا كويس جدا من الجهاز الفني لكرة القدم، وده كان الأهم، والتشكيل الإدارة التنفيذية للنشاط الرياضي لتوفير الدعم لكل الأجهزة الرياضية والإدارة التنفيذية. بعد الاستكمال الملف ده بالكامل ابتدينا نخش بقى بنهتم ونتابع الكابتن خطيب عن كسب واعضاء مجلس الاداره بالكامل المشروع او برنامج الانتخابي اللي هو برنامج عائله النادي الاهلي بخطواته وطرق تنفيذه وازاي. الحمد لله رب العالمين احنا يعني بنتحرك بخطى ثابته الحمد لله. احنا في 60% من برنامج الانتخابي لعائله النادي الاهلي بقى على واقع التنفيذ او في واقع التنفيذ، واهم حاجه في الملف ده فعلا كان المشروع الانشاءات العملاقه اللي احنا بنعملها في تطوير البنيه التحتيه وبتطوير البنيه من طوار لمناطق جلوس الاعضاء لمنطقه ترفيهيه. ده بالنسبه لمدينه نصر لتجهيز صاله الكاراتيه عشان خاطر الالعاب لعبه الكاراتيه من الالعاب اللي فيها اعضاء كتير من النادي الاهلي ابناء النادي الاهلي. على التوازي برضو عملنا الدوريه بالنسبه للحاجات اللي بتمس العضو احنا شغالين فيها برضو على قدم وساق الحمد لله رب العالمين. مهمه قوي دي يا استاذ العميد، يعني ان الصيانه تمشي في توقيتات عشان العضو لا يشعر باي نوع من يعني خلل في الخدمات. طبعا انا طبعا احنا عائله النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه احنا بنعتذر وليكوا طبعا على الادعاءات، بس احنا بنحاول بقدر الامكان يبقى موسم الصيف بالنسبه لنا ما ناثرش على حد من اولادنا او من عائلاتنا. والحمد لله احنا الفتره اللي فاتت تابعنا الشاشات العملاقه اللي اتركبت على مستوى ثلاث فروع قدمت خدمه لاعضاء النادي الاهلي ازاي وضيوفهم كمان في المباريات المهمه. والحمد لله كانت اسره النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي كانت بتجتمع قدام الشاشات دي، وفي نفس الوقت بقول لحضرتك على التوازي احنا بنحاول نطور كل ما هو منشأة بتمس خدمة العضو للأفضل على طول. في قطاع من الخدمات شغالة، إدارة تنفيذية شغالة بتتابع، في إدارة هندسية شغالة، فبنحاول نشتغل على التوازي. وده الكلام اللي احنا قلناه للكابتن. الكابتن خطيب انت عارف دقيق جدا جدا ومجلس إدارته معاه على طول في ضغط مستمر لأنه ملتزم بتنفيذ البرنامج ومش عايز يقول كلمة ما تتنفذش. فالحمد لله في ضغط، احنا بس الأمور كلها بنطمن الناس ماشية بشكل كويس. إمكانية نصر الأسوار ابتدت تبان، كان عندنا أكثر من اجتماع مع المستشار الهندسي المهندس سامع وأكثر من لقاء رئيس النادي عملهم ونائب رئيس النادي وأمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة مع جهاز المشروعات الخدمة الوطنية. وإحنا كنا يعني التركيز الأول كان على جهاز المشروعات الخدمة الوطنية والقوات المسلحة نتيجة طبعا إحنا فين كلنا الالتزام والجدية في العمل. الحمد لله إحنا ماشيين بشكل كويس. يمكن آخر اجتماع كان إمبارح بالليل بعد الهدف اللي حضرنا على الهامش بطولة السباحة لتكريم أولادنا بطولة القاهرة وتابعنا اللي هم الأرقام اللي حطموها. فكان في اجتماع مع المشطار الهندسي المهندس سامح علي كامل، وإن شاء الله بإذن الله هيقدم تقرير في جلسة مجلس الإدارة المفتوحة اللي هتقام الأسبوع تنعقد الأسبوع القادم بإذن الله عشان خاطر دي يقول المواعيد اللي هيبتدي يستلم فيها المجلس المناطق اللي إحنا شغالين فيها. في حاجات إن شاء الله بإذن الله هنستلمها يوم 15/9 بالنسبة لمدينة نصر بالنسبة لمنطقة الأسوار أو جزء من منطقة الأسوار. إن شاء الله بإذن الله هيبدأ نشتغل البوابه الرئيسيه في مدينه نصر باذن الله بدايه من 1/8. عشان كده انا بقول وبناشد اعضاء الجمعيه العموميه ارجوكم استحملونا، ارجوكم ان شاء الله باذن الله يعني الامور هتبقى افضل بكتير، بس هنيجي على نفسنا لان دي مشروعات ضخمه مشروعات كبيره مع وعد مننا مع وعد من الاداره التنفيذيه. هو ده اللي الكابتن يعني حب يسمعه امبارح سواء من الاداره التنفيذيه اللي كانت معاه متمثله فيا ومتمثله في الكابتن اللي هو حسن مسعود او الاداره الهندسيه اللي مفيش مساس بالاعضاء واللي احنا بقدر الامكان نوفر كافه سبل الراحه ليهم. يعني واحنا بنشتغل ما ناثرش في الخدمات الرئيسيه للعضو. تمام، يعني حتى عشان خاطر نبدا في البوابه الرئيسيه في مدينه نصر دي ده كان فيها نقاش فيه اخذنا فيه ساعه ونص الاداره التنفيذيه
معترض على حاجه الاداره الهندسيه لغايه ما كابتن الخطيب وفق يعني وفق بين الطرفين، وفي الاخر خالص زي ما الكابتن دايما بيقول عائله النادي الاهلي او احنا ما فيش حاجه كابتن عادل وانت اكتر واحد وانتوا اللي علمتونا كده بتتعمل من يوم وليله، لا بيبقى فيها نقاشات وفيها يعني اجتماعات وفيها دراسه عشان خاطر اما ناخد قرار يبقى كلنا مشتركين في القرار وكلنا بننفذ وبنقوم على خدمه هذا القرار. البوابه دي ان شاء الله باذن الله اول ما يصيروا ينفذوا فيها هيبقى فيه طريق هيتم تحديده لدخول وخروج اعضاء النادي الاهلي، هيتوفر عربيات عشان خاطر النقل الرواد النادي الاهلي وكبار السن، عربيات جولد هنحاول نزودها شويه، هنوفر كل سبل الراحه بحيث برضه ما يحسوش بازعاج خلال فتره او موسم الصيف. وان شاء الله وعد المشوار الهندسي اللي في اقل من 30 يوم او 45 بالكثير هيكون البوابه الاساسيه القوام هبان، فدي برضه بحد ذاتها هيبقى ان شاء الله انجاز يا اخي انا مش قادر استنى والله، عايز اشوف البوابه دي. يعني قول ان شاء الله احنا كلنا يعني هي يعني حلم وكلنا بنتمناه. لو حضرتك رحت النهارده البوابه الخلفيه بتاعت مدينه نصر النهارده الاسوار حاجه تفرح، يوما ما هتخلص ان شاء الله باذن الله شكل باذن الله هيكون لائق بالنادي الاهلي ولائق بعائله النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه. فهو ده اللي احنا شغالين فيه بالنسبه للانشاءات. بالنسبه على مستوى الجزيره في صاله الكاراتيه ان شاء الله باذن الله المفروض اللي احنا هنستلم هذه الصاله قائمه وشكل قائم بالكامل بدايه من شهر 10، وهنستلمها استلام نهائي لاسره الكاراتيه برضه، يمكن اسره الكاراتيه واخده يعني حيز اهتمام كبير برضه من مجلس اداره النادي الاهلي، هنستلمها ان شاء الله باذن الله قائمه والناس اولادنا يبتدوا يتمرنوا فيها هيبقى في شهر 12. بالنسبه لاسوار النادي الاهلي برضه هنستلم الاسوار من اتحاد الكوره لغايه البوابه الرئيسيه في 15/9 هتكون بالكامل جاهزه، وبالنسبه للجزء الباقي المتبقي هنستلمه بدايه من شهر 10، وهنبدا نخش الناحيه الثانيه على الاسوار الرئيسيه والبوابه الرئيسيه للنادي، هنأجل البوابه الرئيسيه للنادي الاهلي الجزيره فقط لا غير، هنبدا فيها ان شاء الله باذن الله بدايه من نص 11 او نص او اول 11 ان شاء الله. يعني في توقيتات زمنيه شغالين فيها مع المستشار الهندسي، والحمد لله مع برضه يعني بنؤكد احنا ملتزمين على التوازي بالمنشآت راحة الاعضاء والحيويه اللي هي بتمس العضو يوميا. انت النهارده هتلاقي لا في النهارده مجموعه مطاعم بنشغلها لخدمه العضو على مستوى الثلاث فروع بنحاول نتحرك فيها بشكل كويس، بنوفر النهارده بنغير الشكل العام الخدمي اللي بيقدمه الاداره التنفيذيه لاعضاء النادي الاهلي، واحنا دايما بنهيب باعضاء النادي الاهلي اللي هم برضه بيتعاونوا مع الاداره التنفيذيه، ولو في سلبيات احنا موجودين مكاتبنا مفتوحه 24 ساعه بنتابع السوشيال ميديا كويس. والله يا سياده العميد انا مبسوط كمان لان في تطور في اللغه، يعني سمعت عن كثب وبنهيب وشغل عالي قوي. ربنا ما انا تلميذك يا كابتن مركز معاك لا واسترسال بسم الله ما شاء الله يدل على الصدق، ما هو اللي بيسترسل ده صادق. ما هو بص انتوا علمتونا في النادي الاهلي ان احنا ما نعرفش نكذب وعلمتونا ربنا قويك وانت وجهازك التنفيذي اداه ودود يعني يا رب يخليك لينا وربنا يكرم يعني دي على مستوى الانشاءات ان شاء الله باذن الله. طيب يعني تبقى حاجه كويسه ده للاعضاء. للجمهور بقى يا كابتن مرجان، الجمهور المباراه الجايه مع تاون شيب الناس كلها بتسال ايه الحضور ازاي يقدر ياخد تذكره العدد المسموح به الاجراءات كلها تقول لهم ايه؟ احنا الجمهور طبعا انت عارف وزي ما الكابتن يمكن قال كلمه من دقائق قليله كلمه موجهه لجماهير النادي الاهلي اللي احنا من اول يوم واخدين على عاتقنا اللي احنا عوده الجماهير للملاعب، طبعا لازم نبقى حاطين في حسابنا كويس قوي يعني ده وبنشوف بطولات افريقيا وبنسافر بره وبنشوف ما فيش امن وما فيش حد هيرجع الملاعب او يخش اي منشاه يافطه كبيره شعارها السلامه اولا والامن اولا، ازاي احنا بنحترم الامن بتاعنا، ازاي الامن بتاعنا بيتعاون معانا عشان خاطر جماهيرنا ترجع. طبعا احنا مهما نقول ومهما نعيد طول ما الناس هتفضل ما عندهاش قناعه ازاي تفصل بين السياسه والرياضه، ازاي تفصل بين التشجيع فرقتي وبين التهكم على الاخرين، هو ده اللي احنا النادي الاهلي متحمله وهيبقى الرائد فيه اللي احنا بننبذ التعصب، احنا عايزين نشجع فرقتنا فقط لا غير، مالناش دعوه بحد، ده النادي الاهلي، دي المبادئ اللي اتربينا عليها. والله انا شايف ان باذن الله زي الاهلي ما بيعلم جمهور الاهلي هيكون هو راس الحربه في عوده الجماهير باذن الله بالتزامه والنموذج المحترم اللي هيقدمه باذن الله. وده الرهان يا كابتن عدلي الحقيقي اللي احنا متحملينه على عاتقنا، وده الرهان اللي كابتن الخطيب بيحمله على عاتقه اللي بياكد ان جمهور النادي الاهلي جمهور واعي، لو في فتره من الفترات كان فيها اي
مهاترات او كان فيها اي مشكلات، احنا برضو بنقول جمهور النادي الاهلي واعي بيتابع الزمن وبيتطور مع الزمن. احنا خلي بال حضرتك يا كابتن عادلي، الجماهير اللي احنا بنتكلم عليها واللي احنا بنعشقها وبنحبها على مستوى العالم ليها تطور زمني، احنا بس بنتخض. لا، الجمهور كل الجماهير على مستوى العالم كان في احدث شغب ازاي بتتعالج، كانت الدوله وكانت الانديه بتتحمل مسؤولياتها، الاتحادات بتتحمل مسؤولياتها. وده انا قلته امبارح، يمكن كان في ورشه عمل عشان خاطر عوده الجماهير، كان فيها اللي هو ساره وسيم مدير التنفيذي لاتحاد كره القدم، وكان فيها الحاج محمود الشامي كان موجود، ويعني اتبسطنا اللي هم برضو عايزين يعملوا كارت شافوه اسمه الفاند الفاين اي دي اللي هو بيتطبق في روسيا، اللي النادي الاهلي اوريدي كان واخد خطوات وشغال فيها. انت النهارده بتقول ماتش بتسوانا وماتش منانا اللي فات، احنا والماتشات بتاعت النادي الاهلي انت بتطرح النهارده تذاكرك لجمهورك عن طريق اونلاين، وهو ده اللي احنا قلناه للجماهير. انت النهارده طالما انت بتدخل بياناتك بشكل امن، والنهارده خلاص انت مسموح لك بيتكشف عليك يعني طريق جهات معينه بتديك الكلير الامني، خلاص انا بالنسبه لي بقى مسموح لي ان اديك التذكره، في تعليمات بتتحط، تعليمات حضرتك وتلتزم بيها. النهارده احنا بنسافر بره بننفذ هذه التعليمات، طب ما بننفذهاش في بلدنا ليه؟ صحيح. الجمهور دوره الاساسي الوقوف في ظهر فرقته، الجمهور دوره الاساسي تشجيع وهتاف فرقته، الجمهور دوره الاساسي اللي هو ازاي هتدافع عني، زي ما بنقول الجمهور حماه، هو حماه بقوتك وحماه اللي انت في ظهره، مش حماه اللي انت في ظهره. حماه اصل حماه يبقى يعني انا اسف اللغه، شفت انت بقى قلت الحته دي حماه لا حماه لا حماه ده فعل حماه ده فعل ماضي ايوه فهي لا حماه على طول حماه. فهي القصه يا كابتن عادلي النهارده انا مش عايز الجمهور دايما عايزه يبقى مصدر قوه وليس مصدر ضعف ليا، مش عايز حد يمسك حاجه اللي احنا نقوله النهارده الجمهور احنا خايفين من الجمهور. خلينا واضحين بصراحه، الامن نفسه يرجع جماهيره، عندك وزير شباب ورياضه النهارده الدكتور اشرف صبحي يعني واخد الملف على عاتقه، الدوله بالكامله نفسها ترجع جماهيرها. النهارده الجماهير اذا ما كنتش هتقدم النهارده الضمانات الكامله اللي انت راجع وعلى قدر من المسؤوليه، واحنا دي من هذا الكلام هنفضل في دايره مغلقه. طيب اللي عايز يروح مباراه تاون جيب يعمل ايه يا كابتن محمد؟ الاول انا هقول يا استاذ ابراهيم عشان خاطر هنوصل برضه رساله، في خمس عناصر اساسيه لعوده الجمهور للملاعب بالشكل اللي احنا عايزينه. عنصر اساسي ده احنا بنستدعيه اللي هو اسمه الامن. الاربع عناصر الاساسيه هو وزاره الشباب والرياضه، اتحاد الكوره اللي هو الاب الشرعي للانديه، الانديه وتحمل مسؤولياتها، وانا بحط خطوط كتير جدا، الانديه وتحمل مسؤولياتها. العنصر الرابع الجمهور وتحمل مسؤولياته. الامن في الاخر هيجي عشان خاطر هو منظم وبيامن، عشان خاطر اهم حاجه زي ما قلت السلامه اولا، لو الناس التزمت بمسؤولياتها الجمهور هيرجع بكره الصبح ما عندناش مشاكل، زي ما كابتن خطيب بيحلم وزي ما النادي الاهلي بيحلم 100,000 في المدرجات جمهور الصالات يرجع تاني، ولكن دون خلط سياسه برياضه، دون خلق عنف، مش عايزين عنف. النادي الاهلي شاف احداث اتمنى ان احنا ما نشوفهاش تاني، احنا عشناها، عشان كده احنا اكتر ناس موجوعين، اكتر ناس حاسين بيها، عندنا ناس بتتظلم بنجري وراها. فعشان كده لو سمحت، هو ده اللي احنا بنقوله، الكلمه النهارده كانت واضحه وصريحه موجهه للماتش اللي جاي، عشان الماتش اللي جاي عليه عامل كبير جدا جدا. احنا هنذيع الكلمه على فكره بعد مداخلتك يا كابتن محمد، اتفضل. تمام، الماتش اللي جاي عليه عامل كبير جدا جدا، عايزين النهارده بنقول للموجودين، بنقول للمسؤولين، بنقول للناس كلها، احنا بنمد ايدينا عشان نتعاون وبنراهن على ده، وهنرفض اي خروج على النص. وما زلنا بنلفظ اي خروج على النص. النهارده لو في حد انت رايح النهارده تشجع، انا هوفر لك الخدمه اللي انت عايزها، هوفر لك التعامل الامني اللائق اللي انت عايزه بالتنسيق مع الجهات الامنيه، وهم ما بيتاخروش علينا بحاجه، هوفر لك المنفذ المريح عشان خاطر لو انت واخد زوجتك او واخد ابنك او واخد القصه دي كلها، هنحاول بقدر الامكان هوفر لك وسيله مواصلات تنقلك من قدام النادي للناحيه الثانيه لو انت محتاجها. فكل الكلام ده احنا بنبذل اقصى جهد، ارجو هذا الكلام يتاخد ويترجم كويس ويستبعد كويس، عشان تبني صعب جدا جدا، عشان تهد اسهل حاجه ممكنه، ويمكن ادينا شايفين. لا، ولازم جمهور يبقى منتبه للنقطه ان زي ما انت متحمس جدا كنادي اهلي ادراكا منك ان جمهورك ده درعك وحماك في حماك حماية. ايوه المهم رجعت له. فهو في ناس مش عايزه انه يبقى حماه،
لا يعني هو يعني في ناس هتحاول انها تستفز جمهور، هتحاول انها مش حماد عزول بقى لا تندسف في تسيء الى صحيح. طرف من اطراف اللعبه لا في الاخر احنا اوعى من كده بكتير. الجميل اللي جاي هتاخد احنا الاونلاين، وعايز اقول حاجه بس السيستم فتحنا السيستم النهارده من ساعات، الحجز شغال على السيستم شغال، التذاكر كلها موجوده، فاللي رايح عارف كويس قوي اللي بياناته موجوده عندنا في شركه متخصصه من اعلى الشركات ومعروفه كلها لدى الجميع، تعاملوا مع الناس بشكل لائق، معاهم اجهزه بتكشف عن التذكره وبتكشف عن البطاقه وبتكشف عن صاحب التذكره اللي داخل وبياناته، وفي مجموعه من رجال الامن في النادي الاهلي على درجه عاليه من الاحترافيه واحنا كلنا عارفينهم ومجربينهم والناس كلها بتشهد بيهم موجودين، في احنا هنبقى موجودين عشان خاطر لو في اي حاجه. انا بقول احنا هنا اهو وبنناشد تاني اهو، وباكد على كلمه رئيس النادي الاهلي، لو سمحت لو احنا عايزينك ورا فرقتك، لو سمحت احنا عايزين نكسب افريقيا لان هو ده الهدف الاساسي، مش عايزين نخرج بره الهدف ده ايا كان الاحداث اللي بتحصل. بنطمن الناس على النادي الاهلي، بنطمن الناس اللي احنا واعيين جدا جدا النادي الاهلي بيدار بمبادئه، بيدار بالقيم اللي احنا اتربينا عليها، لا يدار لمصلحه اشخاص، وهو ده النادي الاهلي يا كابتن عدلي، ده النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم اللي انتوا ربيتونا عليه، واللي احنا ابتلينا يعني الحمد لله فخورين اللي احنا بنتحمل المسؤوليه، واتمنى ان شاء الله ان احنا نلاقي مردود هذا التحمل المسؤوليه من الجميع، سواء من اعضاء الجمعيه العموميه او سواء الجماهير اللي موجوده معانا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا سياده العميد. ربنا يخليك. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي.